بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. زره ماشيا، التأكيد ورد كثيرا من قبل أهل البيت عليهم السلام على أن يقصد الزائر للحسين سلام الله عليه مشيا على الأقدام. هذا ورد فيه استحباب كثير وفيه أجر عظيم، وهذا من موارد محبة الزائر بالحسين سلام الله عليه حتى يقصده ماشيا. نعم، الوسائل الحديثة، وسائل النقل، كلها متوفرة، ولكن يبقى للمشي إلى زيارة الحسين عليه السلام خصوصية ومحبوبية، وهي إشارة ودلالة من الزائر ورسالة يبلغها للحسين عليه السلام بأنني يا ابن رسول الله جئتك ماشيا على قدمي حتى أجدد لك الوفاء بالعهد، حتى أجدد لك الميثاق. هذا فيه سر عظيم بين الزائر وبين معشوقه الحسين سلام الله عليه. هذه إشارة على المحبة، إشارة على المودة، بأن الزائر يتحمل هذا الصيف شديد الحر ويتحمل هذا الشتاء شديد البرد في سبيل أن يقصد إلى زيارة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لذلك وردت رواية عن الحسين ابن ثوير ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: يا حسين، الإمام الصادق عليه السلام يخاطب هذا الشخص، يقول له: يا حسين، من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين، قبر الحسين ابن علي عليه السلام، إن كان ماشيا، لاحظوا هنا يعطي الوصف، إذا كان ماشيا بهذا الشرط فلديه هذا الثواب. لاحظوا الثواب العظيم الذي بيّنه الإمام الصادق عليه السلام: إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة. لاحظوا هذا الثواب العظيم، بأنه في ميزان الحسنات تزداد له حسنة، وفي ميزان السيئات تنقص له سيئة. يعني هو مستفيد ورابح من الجهتين، من جهة الحسنات حسناته ترتفع تزداد، ومن جهة السيئات سيئاته تخفر وتمحى. حتى إذا صار في الحائر، يعني دخل في الحرم الشريف، كتبه الله من المفلحين المنجحين. حتى إذا قضى مناسكه، يعني أدى الزيارة، قام بأداء الزيارة، كتبه الله من الفائزين. حتى إذا أراد الانصراف، يعني انتهى من الزيارة وأراد أن ينصرف من عند الحرم الشريف، أتاه ملك، ملك من الملائكة، هذا خاص، مهمة خاصة لديه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام. نحن نعلم بأنه المفروض الواجب بأن المؤمن هو الذي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي يبتدئ رسول الله صلى الله عليه وآله بالسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المؤمن هو الذي افترض عليه بأن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هنا استثناء، كرامة لزائر الحسين عليه السلام بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يسلم على هذا الزائر. هذا الملك يأتي ويبلغه سلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول لك، يبلغه سلام النبي صلى الله عليه وآله، ويقول له: استأنف العمل، فقد غفر لك ما مضى، أو فقد غفر لك ما مضى. هذه رسالتان: الرسالة الأولى السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسالة الثانية يبلغه هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله بأن ذنوبك الماضية كلها قد غفرت لك. كذلك في رواية أخرى وردت عن علي بن ميمون الصائغ ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: يا علي، زر الحسين ولا تدعه. لاحظوا كلام الإمام الصادق عليه السلام بنهاية الدقة، بغاية الكمال، هو وحي من قبل الله سبحانه وتعالى، لم يقل له: يا علي، زر الحسين ولا تدع زيارة الحسين، أو ولا تدع قبر الحسين سلام الله عليه. لا، قال له: يا علي، زر الحسين ولا تدعه.
هذه دلالة وإشارة من الإمام الصادق عليه السلام على عظم الرابطة وعلى قوة الآصرة بين الزائر وبين الإمام الحسين عليه السلام، بحيث أن الزائر عندما يأتي لزيارة الحسين عليه السلام هو ليس يزور قبرا خاليا، هو يزور إماما حيا، إماما مفترض الطاعة. لذلك قال له ولا تدعه، يعني لا تدع الحسين. هذه إشارة على أن العلاقة يجب أن تبقى دائمة بين الزائر وبين سيد الشهداء عليه السلام. قلت ما لمن أتاه من الثواب؟ قال من أتاه ماشيا، أيضا التركيز على المشي، كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة. الجنة رزقنا الله وإياكم الدخول إليها في الآخرة مقسمة إلى درجات، ليست كل الدرجات متساوية، ليس كل المؤمنين يدخلون في درجة واحدة، فيها درجات عدة كالبناية التي فيها عدة طوابق، كلما كانت الأعمال أفضل كلما كانت درجة أعلى. فزائر الحسين عليه السلام مشيا بالإضافة إلى كتابة الحسنات ومحو السيئات ترفع له درجاته في يوم القيامة في الجنة. فإذا أتاه، لاحظوا أيضا التركيز على الضمير يعود إلى الحسين عليه السلام، فإذا أتاه يعني أتى الحسين سلام الله عليه، وكل الله به ملكين يكتبان ما خرج من فيه من خير ولا يكتبان ما يخرج من فيه من شر ولا غير ذلك. هؤلاء ملكين خاصين غير الكرام الكتبة، هؤلاء يكتبون كل الأعمال الخيرة، كل الأقوال الخيرة التي تصدر من هذا الإنسان، ويتغاضون عن الأقوال السيئة وغير ذلك. فإذا انصرف من عند الحسين سلام الله عليه وادعوه وقالوا يا ولي الله مغفورا لك، أنت من حزب الله وحزب رسوله وحزب أهل بيت رسوله، يعني من أنصاره، والله قسم لا ترى النار بعينك أبدا ولا تراك ولا تطعمك أبدا. مجرد رؤية النار أنت لا تراها، لأنه رؤية النار أمر مفزع، أمر مقلق، أمر مخيف، فيه رعب. حتى هذا المقدار من الخوف والفزع هذا الزائر لا يراه في يوم القيامة، فما بالكم بأن يدخل للنار، فما بالكم بأن تطعم النار شيئا من جسده. هو مجرد الرؤية تكون محجوبة عنه، الله سبحانه وتعالى يدفع عنه هذه الرؤية، فما بالكم بأن يدخل إلى نار جهنم، الله سبحانه وتعالى يكفيه هذا الأمر. كذلك في رواية أخرى وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن الزائر لقبر الحسين عليه السلام، فقال من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين عليه السلام. لاحظوا أيضا التركيز على المشي، كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها. كم هي عدد الخطوات التي يخطوها الزائر إلى قبر الحسين سلام الله عليه؟ بالآلاف. هذه كل قدم يرفعها ويضعها تكتب له بكل قدم حجة متقبلة بمناسكها جميعا. ولكن هنا الإمام الصادق عليه السلام اشترط في بداية الأمر أن يكون الزائر على غسل من ماء الفرات، وهذا الأمر متاح في يومنا الحاضر. جميع المنازل، جميع الفنادق التي يقيم فيها الزائرين الكرام هي ممتدة ومتصلة بماء الفرات، فمن الممكن للإنسان إذا أراد أن يحصل على هذا الثواب العظيم أن يغتسل غسل الزيارة وينوي غسل الزيارة، ثم بعد ذلك يخرج من منزله ماشيا قاصدا إلى قبر الحسين عليه السلام حتى ينال هذا الثواب العظيم. جعلنا الله وإياكم من زائري الحسين عليه السلام في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.